فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول إنه رجل مسلم ويؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان، لكن عمله هو قيادة شاحنة تحمل الخمور لإحدى الشركات. يقول ما حكم عمله هذا، علما بأن غالب من يتناول هذه الخمور التي ينقلها هم من الكفار؟ لا يجوز له ذلك وهو مسلم، لا يجوز ينقل الخمور ويدنس نفسه بذلك، هو مسلم كرمه الله بالإسلام، وأبواب الرزق كثيرة، يطلب الرزق، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فيطلب الرزق بغير هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.